أسيل وقفي. أنا عم قلك وقفي. تركي إيدي، ما رح خليكي تمنعيني. تركيني. أسيل اصحي، أنت هلأ معصبة، بكفينا فضايح. ما عاد عندي شي أخسره أبداً، لهيك تركيني ولا توقفي بوشي. رح أحكي كل اللي عندي، لازم الكل يسمعوا الحقيقة ويعرفوا. حاسك جنان بقى، ما كفاكي كل اللي عملتي؟ بدك تكبري القصة أكتر؟ دعي معي، ما رح أتركك. تركي إيدي، بدي روح أفضح كل شي. ماني تاركتك، مو على كيفك، مو من حقك تعملي هيك بخالتي وعمو عثمان. بكفي تركيهم بحالهم، حاج بقى تدمري حياة العالم وتؤذيها. هلأ أنا يلي عم دمر حياة العالم وهن ما أذوني بشي؟ سليم هو يلي دمر لي حياتي وبدي دفعه الثمن غالي. نصيحة، لا تخلي جنانك هاد يخليك تعملي شي تندمي عليه. تعي. وإذا ما رجعت معك شو رح تعملي؟ بدك تقلعيني من البيت؟ لا مستحيل تعمليها. معقولة تقلعي أختك من البيت؟ تقدري تكوني بهالأسوأ؟ معقولة تتخلي عني؟ أسيل، وقفي جنانك وارجعي معي على البيت. يلا. يعني معقولة تتركي أسيل تنفض بعملتها؟ روحي واحكي، الأستاذ سليم لازم يعرف الحقيقة يا سارة. وإذا قلت له شو رح استفاد؟ شو رح يتغير؟ أصلاً أي شيء بيني وبين سليم صار مستحيل، نحن مو مكتب لنا أنه نكون مع بعض. بس يا سارة، لا تعذبي حالك، ما بدي أركض ورا سراب وأتعلق بأمل على الفاضي، ما بدي، ما عاد عندي القوة. مالك شايفة علي قديش متضايق لأنه أبوه انحبس؟ شلون بدك ياني فكر بحالي وابني بهالحالة؟ ايه، وشايفة اهتمام الأستاذ سليم بعلي كمان. قلي لي لأشوف أبوه لعلي اللي زعلان عليه، شو عمل كرمال علي لحد هلا؟ جابر حاول يسعد ابنه ولو بشغلة صغيرة؟ ايه صح، جابر هو أبوه لعلي للأسف، بس هو شخص أناني وما بيهمه غير مصلحته بهالدنيا هي، بعكس الأستاذ سليم هو اللي دائما كان جنبكن، كان السند والقوة لألكن، والأهم كان أب لعلي. أصلا حرام تقارني الأستاذ سليم بجابر، جابر بحياته ما رح يكون أب يا سارة، وانتي جاي تضحي بحياتك وبساعاتك مشان شخص ما بيستاهل مثله. لا تواخذنا سليم، ما كنت حابة هيك يصير وتكبر القصة بهالشكل. تعرف الواحد بس يعصب ممكن يغلط، مو هيك أسيل؟ هيك بدك تضلي ساكتة؟ مو ناوية تعتذري من سليم؟ اسمعني سليم، تعرف اني بحبك مثل اخي وبعزك، ومثل ما بتمنى الخير لأسيل بتمنى لك يا وبتهمني مصلحتك، بس هالمرة انت تسرعت بتصرفك. لو انك اول ما رجعت كنت صريح معنا وحكيت لنا عن قصة الزواج ما كان صار اللي صار. لهالسبب انا ما بقدر لومها لأسيل، هي معها حق تتضايق ويجن جنونها، مستحيل، ما فيني لومها. الحق معك نيسان، كان لازم كون صريح معها من البداية. أنا غلطت لأني خبيت عنها، بس مثل ما قلت لك أنا اضطريت أعمل هيك، كان صعب كتير الموقف وما كان في قدامي حل تاني لساعدهم. أنا ما عم بنكر أني غلطان، بس شو أعمل، هذا اللي صار.
أنا ما حكيت مشان ما تكبر القصة أكتر وتنفهم غلط، وما كان بدي ضايق أسيل. ما فكرت غير إنه فترة صغيرة وبتمرق لبين ما سارة وعلي يقدروا ياخدوا إقامة مشان ما يضطروا يرجعوا على المشاكل، بس ما مشيت الأمور هيك أبدا. القصة كلها تعقدت. آسيا خانم؟ أنا سمعت بالشي اللي صار فيكم، كنت خجلانة إجي لعندك، بس كمان ما قدرت إني ما إجي. إجيت لأعتذر، أعتذر باسمي وباسم تشيتين كمان. سامحينا لأني تركتك بالمحكمة وتخليت عني. بعرف إنه يلي عملناه بجوز ما تقدري تسامحين عليه. صدقيني مبلومك، بس بدي إياك تعرفي إنه قلبي عم يحترق. لا تاكل همها لأسيل، أنا بدير بالي عليها وما رح خليها تحكي لحدا عن هالموضوع أبدا. نيسا، صدقيني حاولت كتير إني حبها لأسيل بس ما زبطت. بعد ما تأكدت إنه ما في شي بقلبي تجاهها، وقتها سارة دخلت على قلبي. يعني سارة ما إلها أي علاقة بانفصالي عن أسيل. بتمنى إنك تتفهميني وتتفهمي موقفي، وإنتي أكيد بتعرفي سارة كتير منيح. أصلاً هي مانا عاطية أي فرصة لعلاقتنا، وبحياتها ما حاولت تأذي أسيل أو تبعدني عنها. ومثل ما قلت لك، هذا الزواج رح ينتهي بعد مدة، وتصير هاي القصة كلها من الماضي وتنطوي هالصفحة. إن شاء الله بتنتهي الأمور على خير. إن شاء الله. يلا بالإذن، مع السلامة. ما رح ضايقك أكتر، يلا بالإذن بخاطرك. آسيا خانم، تفضلي لجوا أحسن. أصلاً مالي عين فوت على بيتك، أنا تخليت عنك وخزلتك وما أجيت أشهد معك. لو شهدت كانت عقوبة الشيتين بسبب الشيء اللي كنت أنا رح أحكيه أكتر. هيك هي الأم، ما بتضحي بابنها. وإنتي كمان أم يا سارة، يمكن بتقدري تتفهمي الشيء اللي عملته وتتفهمي موقفي. صح إنه الشيتين سود وشي، بس شو بدي أعمل؟ بضل ابني وما فيني أتخلى عنه. خاصة فيكي وفهمانتك، بعرف منيح ليش هيك سويتي. يمكن لو كنت محلك كنت تصرفت مثلك. لهيك لا عاد تلومي حالك ولا تتضايقي. شكرا 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 لأنك فهمتيني. انتي حدا كتير قلبه طيب سارة، صرت خجلاني أكتر من يلي عملته معي. بس بدي أسألك، رح يجي يوم وتقدري تسامحيني؟ أنا مسامحتك من هلأ، ومالي متضايقة منك أبداً. لا تحطي ببالك ولا تفكري بالقصة. أنا ما بعرف شو بدي أقول. الله يحمي لك ابنك ولا يوجع لك قلبك عليه. آمين. الله يفرح لك قلبك.
أسيل، لو سمحتي افتحي الباب. آسفة لأني عيطت عليك وزعلتك، عملت هيك لأنه بتهمني مصلحتك. لو كل الدنيا تخلت عنك أنا رح أضل جنبك، أنت أختي. افتحي الباب وخلينا نحكي على رواق. أسيل، خلص لا تبكي حبيبتي كرمالي. صدقيني حاسه فيكي وبعرف قديش متضايقه ومزعوجه. احيانا الحقيقه بتكون بتوجع، بس اكيد احسن ما نضل مخدوعين وعم نضحك على حالنا. وما فينا ننكر كمان انه انتي كمان غلطتي وما تصرفتي صح بالمره. اهم شي هلا انك تعرفي قيمه حالك، وإذا عرفتي قيمتك صح وقتها اللي حواليك رح يعرفوا قيمتك ورح تلاقي الشخص يلي بيستاهلك. افتحي صفحة جديدة وانسي الموضوع. ما بقدر، حاسة ما حدا بيحبني. نيسان أنا حاسة حالي ولا شي. لا حبيبتي اصحك تقولي هيك، نحنا كنا منحبك وأكتر شي بتهمنا سعادتك. فكري بمستقبلك ولا تطلعي لورا. يا روحي صدقيني حاولت كتير اني حبها لأسيل بس ما زبطت. بعد ما تأكدت انه ما في شي بقلبي تجاهها وقتها سارة دخلت على قلبي. يعني سارة ما لها اي علاقة بانفصالي عن أسيل. بتمنى انك تتفهميني وتتفهمي موقفي، وانت اكيد بتعرفي سارة كتير منيح. اصلا هي ما انا عاطية اي فرصة لعلاقتنا، وبحياتها ما حاولت تأذي أسيل أو تبعدني عنها. ومثل ما قلت لك هذا الزواج رح ينتهي بعد مدة وتصير هاي القصة كلها من الماضي وتنطوي هالصفحة. ايه وشايفة اهتمام الأستاذ سليم بعلي كمان. قولي لي لأشوف أبو لعلي اللي زعلان عليه شو عمل كرمال علي لحد هلأ. جابر حاول يسعد ابنه ولو بشغلة صغيرة. ايه صح، جابر هو أبو لعلي للأسف، بس هو شخص أناني وما بيهمه غير مصلحته بهالدنيا هي. بعكس الأستاذ سليم، هو اللي دائماً كان جنبكم، كان السند والقوة لألكم، والأهم كان أب لعلي. أصلاً حرام تقارني الأستاذ سليم بجابر. معك حق هاجر، أكيد سليم رح يكون أب كتير منيح لعلي،
بس أنا ما عاد عندي حل غير استسلم للواقع. بعد كل اللي صار ما عاد بدي يكون عبء على سليم وتعبه بمشاكلي. نيسان، عن جد أنا بتشكرك كتير. ليش؟ عم تتشكريني على شو؟ لأنك وقفتيني مبارح وما خليتيني روح، لأنه أكيد كانت رح تصير مصيبة. صدقيني لما عم فكر بالشي اللي عملته كتير عم بخجل من حالي، ما بعرف كيف عصبت وتصرفت بهالجنان. تعرفي شو أسوأ شي بالموضوع؟ إنه سليم معه حق، وهالموضوع عم يحرق لي قلبي. ما بلومه، أنا خسرته لسليم بسبب أخطائي، بس من هاللحظة كل شي رح يتغير. بدي أطوي هالصفحة وفكر ببكرة، لازم بلش بداية جديدة. كتير فرحتيني، منيح إنه انحلت مشكلتك بهاليوم بالذات. شوفي اليوم هالأسبوع عيد المولد، يعني هالأيام يلي عم نعيشها كلها مباركة. لازم بهالمناسبة كل العالم تتصافى وتسامح بعضها وما يضل أي حقد بقلب حدا، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون حاملت لك كل الفرح والهنا. إن شاء الله. وإنتي كمان. أنا لازم أطلع ساعدهم، عم يجهزوا مشان يحتفلوا، بس بصراحة مو جاي من قلبي أتركك لحالك وروح. اطلعي ولا تاكلي همي، خلص هي أنا صرت منيحة. شو شايفتيني بنت صغيرة لتقعدي معي؟ يلا نيسان روحي ولا تاكلي همي. تمام، أنا بحاول إني ما أتأخر، وإنتي عادي ارتاحي. جايين زيارة لعند جابر. اكتبي لي اسمك. انتوا فوتوا وانا بستناكم. كل الوقت عم بدعي لك مشان ما تكون عقوبتك كبيرة بابا، حاسس انهم رح يحكموك حكم صغير. خليك متفائل، متأكد رح تطلع من هون عن قريب، نرجع نعيش كلياتنا مع بعض. إن شاء الله حبيبي، بتمنى إن شاء الله. أنت لا تاكل همي، قلي لأشوف أنت شو أخبارك، شو عم تعمل بهالأيام؟ ها؟ ما في شي مهم مثل العادة. أي صح، الليلة في عنا احتفالية بمناسبة المولد النبوي. عن جد؟ إيه منيح. شو بيعملوا بهذا الاحتفال؟ بالعادة أدعية وأناشيد دينية كمان. جايبين مصطفى ديميرجي ليغني. يمكن مالك سمعان فيه، بس هو هون مشهور كتير. سمعت إنه جايبينه لينشد اليوم. ممتاز.
عيني، شايفة عن جد يسلم ايدينا على هالشغل هاد؟ عن جد ما كنت متوقع يطلع معنا ونظبط الوضع. الله يجزيكم الخير على تعبكم. بفضل جهدكم رح نقدر هاي الليلة نعمل احتفالية غير شكل بهالمناسبة العظيمة. ايه ما قلتوا لي خلصتوا الاستغفار والأدعية اللي عليكم؟ ايه الحمد لله. الله يتقبل منك. آمين. ايه وانا خلصت والحمد لله، سبحت 100 مرة. ايه شو خلصتي لكان؟ لسه بقيان عندك 900، بعدين بتقولي خلصت مو صح؟ كيف يعني؟ لازم تسبحي 1000 مرة. شو 100؟ من وين جبتيها؟ انت يلي عم تحكي خلصتن قبل ما تنظر عليها؟ يعني فيك تعتبرني اني خلصتن، باقي لي شوي. صدقني عمي عثمان من العجقة ما لحقت. هاي مانا حجة، كلياتنا معجوقين هون. الحق معك عمي عثمان، رح كملهم. خلص بسيطة، لسه معكن وقت من هون للمساء. صحيح، رجاء نسيت اسألك، ما نسيت تدبر شوفير ليجيب مصطفى ديميرجي ما؟ ياريت تنبهوا انه ما يتأخر عليه ابدا، ما حلوة منا نتأخر على الناس وننطرهم. مصطفى ديميرجي؟ ايه نعم، مصطفى ديميرجي المنشد اللي على اساس انت تنسق معه لحتى يجي على الحفلة. خير شبك تفاجأت؟ بصراحة انا نسيت وما نسقت مع حدا. كيف؟ لا تقولها، انت اكيد عم تمزح. عبينا كل الحارة اعلانات وكل العالم متحمسة وناطرته ليجي وتسمعه. طول بالك لا تعصب، انا بحلها. خلص هلا بتصل وبصلح غلطتي. معي رقم مدير اعماله، رح دق له وشوف شو بيصير معي، اكيد رح تنحل القصة وهو ما رح يخجلني. يلا بسرعة. يلا يلا. مصيبة، مدير أعماله موبايله مسكر. آخ رجائي آخ. الحق علينا أنه اعتمدنا عليك أصلاً، قلت لكم هذا ما بيتحمل المسؤولية وما صدقتوا. شوفوا على هالورطة. ممكن أي حدا منا يغلط، كلنا مننسى إذا ما انحليت. بطلع أنا بغني لكم. يعني أنا كمان معروفة بالحارة، صوتي ماشي حاله بينسمع. يعني كأنه معجبكم هذا الحل؟ خلص مو مشكلة، سكتت. رح ضل عم بتصل بمدير أعماله إلا ما يفتح موبايله بالآخر، لازم يرد علي، مو معقول. شو بدنا نقول للعالم اللي جاي؟ أوف، كيف طلعت ونسيت جزداني بالبيت؟ هالأيام صايرة كتير عم بنسى، مو هيك ماما؟ أمك صايرة ما عم بتركز، معقولة كون ختيرت؟ أسي؟ لوين؟ أنا كنت راحة أتمشى. تتمشي؟ لكن شو هاي؟ مو على أساس سكرنا على هذا الموضوع أسيل؟ مو كنتي من شوي عم تعترفي بغلطك؟ أي تراجعت، فكرت وغيرت رأيي. عندك اعتراض؟ هاي الورقة لازم الكل يشوفها، والكل اليوم لازم يعرفوا الحقيقة. ما رح تتحركي من هون، لا تختبري صبري أسيل، ما رح أتركك تروحي تفتحي هالموضوع أبداً. علي، اشتقنا لك. كيفك رأفت؟ الحمد لله. أمي معلش روح أنا ورأفت نتمشى شوي. ايه طبعا روحوا، بتكونوا مشتاقين لبعض، بس انتبه على رجلك. بالإذن أستاذ. يلا سلام. الله معكم. أنا بدي أتشكرك على اللي سويته مرة تانية. شو هالحكي هاد سارة؟ إن شاء الله من هلأ ورايح ما بتشوفي غير كل خير. الأسبوع الجاي بتنتهي المدة اللازمة لزواجنا ويلي فيكي تاخدي عليها الجنسية. أنت كنتي عاملتي لي وكالة من قبل، لهيك من أسبوعين جهزت الأوراق وبلشت بالإجراءات. بجلسة واحدة فينا ننفصل. بلحظة من اللحظات
بلحظة من اللحظات تأملنا وعشنا بالأحلام، وبأنه هاليوم ما رح يجي. وهي رجعنا للواقع. بس أعرف أي يوم الجلسة بيجي بخبرك. هذا اللي عم تعملوه بحالكن حرام. حاجتك قهر وزعل، بكفي العذاب اللي شفتيه وعشتيه. ارحموا حالكن بقى. بهالسهولة صرت تكذبي علي يا أسيل؟ من شوي كنتي عم تقليلي إنك ندمانة وإنك رح تفتحي صفحة جديدة وتنسي الموضوع. كذبتي علي وانت عم تطلعي بعيوني. ببساطة كذبتي على أختك الكبيرة. لإمتى بدك تضلي تستخفي بثقة الناس يلي بيحبوك وبيخافوا عليكي؟ أسيل، انت من إمتى كنتي بهالأسوة؟ من إمتى في كل هالشر والحقد بقلبك؟ وين راحت أختي الصغيرة البريئة؟ وين راحت؟ أختك الصغيرة البريئة ما عاد موجودة، ماتت. عم تسمعي؟ فهميني، أختك ما عاد موجودة، يعني اختفت من هاي الدنيا. هي قدامك، إذا بدك البراءة ليكا. الأولاد عندهم براءة، بس أنا كبيتها من زمان. أنا ما عاد بدي أكون مثلك. صرت أعرف من هي الطيبة والأخلاق العالية، لأني شفت بعيوني الطيبة شو فادتكن. فوتي وقبل ما تصحي وتوعي مالك طلع من البيت. شو هاد اللي عم تعمليه؟ خرسي وفوتي على البيت. لا يا عمر، قال إنه بقيان أسبوع لزواجنا. هو بلش بالإجراءات وبجلسة واحدة ننفصل. رح تسكتي وتسمحي بهالشي يصير؟ ما رح تقولي له للأستاذ سليم إنه أسيل هددتك؟ لا تطلعي فيني هيك هاجر. أنتي بتعرفي قديش عم بتوجع على فراقه لسليم، وعم بحترق وموت من جواتي. بس الموضوع خلص، حتى هو شكله طوى هاي الصفحة وسكرها. ما في داعي أرجع أحكي بالقصة وقلب المواجع. نحنا شكلنا مو مكتب لنا نكون لبعض، مستحيل نكون. أنا لازم أتدخل بالموضوع. ما رح شوفك عم تتعذبي وتضحي بحالك وضل ساكتة وعم اتفرج. ابني، أنا صرت عاطيك رأيي بهذا الموضوع وعايد لك نفس الحكي ألف مرة، بس أنت عنيد وما بتعمل غير اللي براسك. ليش هيك عم تحاكيني رئيس كمال؟ ليش أنا شو عملت؟ سارة هي اللي قالت إنه بدها ترجع عائلة هي وجابر. شو متوقع مني أعمل بعد هالحكي؟ ما بقدر أفرض حالي عليها، لازم أحترم قرارها وتقبل القصة. يلي حكيته سارة، أكيد في شي من وراه نحن ما منعرفه. أنت ما لازم تستسلم وتقبل القصة هيك بهالبساطة وتتركها تروح مع جابر. أنت بتحبها ومتعلق فيها ومتأكد أنه هي نفس الشي، وكل هاي القصص يلي صارت بيناتكن هي ما لها مجرد صدفة عادية. القصة صارت لتجمعكم مع بعض. أنا متأكد أنه القدر رح يجمعكم، ما رح يفرقكم. الشغلة يلي متأكد منها مثل ما لي شايفك قدامي، أنه بنتي سارة مستحيل تغير قرارها هيك بدون أي سبب. أكيد صاير معها شي هو يلي خلاها تغير قرارها. يعني شو ممكن يكون صاير؟ يلا هات لشوف.
شو الشيء اللي ممكن يغير لها رأيها؟ ما بعرف الجواب عندها، بس أنا متأكد إنه هي لساتها بتحبك مثل ما بتحبها، وإنه صاير معها شيء غريب خلاها تحكي هذا الحكي. روق هلا وخلينا ننسى مشاكل الدنيا وهمومها، ونروح سوا أنا وياك على احتفالية المولد النبوي الشريف، ها؟ أيه طبعاً بنروح سوا، من ورا كل مشاكلي وعجقتي ما قدرت ساعدهم بشي بهالاحتفالات، بصراحة خجلان من حالي. إيه بسيطة، منروح هلا ومنساعدهم، إلا ما يكون بدهم مساعدة منروح ومنشوف شو ناقصهم، لآخر لحظة لسه بيكون في تحضيرات. ابني أنت ما بتقصر، وهن بيعرفوا شو هي ظروفك. خلينا نروح. يلا، بس طبعا ما بتقبل اروح بها تياب، استنى بس لغير تيابي بالأول، ما بتأخر، تعا استناني جوا. يلا يلا خالي، شكرا، هيك رح نتأخر. يلا ليكني اجيت. سارة. أهلين ناريمان، كيفك؟ آسفة ما عم طلع عليكي، تعرفي معجوقة هاليومين بالتحضيرات، الحمد لله على سلامتك. بسيطة، الله يسلمك. اليوم في احتفال بالمولد النبوي، أكيد سمعتوا ما هي؟ الكل رح يكونوا حضرانين، عم نستناكم تجوا أنتوا كمان. أكيد منيجي، ما منروح علينا هيك مناسبة. إيه منيح لك، معناتها بشوفكن المساء. امشي. هلأ عزمت لسارة كمان. إيه برافو عليكي، معناتها روحي أنتي، أنا مالي جاية. كيف؟ ليش شو عملت؟ ليش مانك رايحة؟ أنا ما كان قصدي زعلك خالي، شكراً. ألو؟ أنا واقع بورطة وبدي إياك تساعدني، ما عم بقدر أوصل لمصطفى ديميرجي، هيك انحرجت قدام كل الحارة والسود وشي، لازم لاقي حدا يجي بداله بسرعة. إيه؟ قلي ومين هاد؟ هذا اللي بيجي على الأعراس؟ لك عيب عليك، يلا انقلع، الحق علي دقيت لك، خلص خراس عمل لك. شو هالورطة اللي تورطتها؟ عيب علي، شو بدي أقول لكل هالعالم اللي جاي؟ رح تقدم لنا أنت الاحتفالية. أستغفر الله، لا مو معقول أنا أقدمها بوجودك، أصلاً أنا خجلان من حالي إني ما ساعدتكم بشي أبداً. أكيد عندك أسبابك لهالشي، سمعت من أهل الحارة إنك بتركض لتساعد كل محتاج. أنا ما بعمل إلا واجبي. طيب بتساعدني بتقديم الاحتفال؟ قالوا لي إنك بتقرأ شعر وكتير منيح، رح تقرأ لنا شعر إذا ما كان عندك مانع. إيه أنا بيشرفني شارك معكم. إيه تمام، ممتاز. آسف ما قدرت أتصل بأي فنان. بس اسمعيني، ليش هيك عم تعملي؟ يعني كلياتنا رايحين، معقول تعدي بالبيت لحالك؟ لا تعذبي حالك بالحكي الفاضي معي، أنا ما رح أروح، بقعد ببيتي وبتعبد ربي وأنا مرتاحة، مالي مضطرة أروح لهونيك وشوف عالم مالي حابة شوفن أو ألمحن. ها هي بنتك نيسان إجت، هي بتعرف تتفاهم معك. ناريمان ليش خليتي نيسان تجي لهون؟ ليش ما سألتيني يا بنتي؟ أوف منك مو طبيعية. أهلين، أهلين وسهلين، أهلين نيسان، تفضلي فوتي تعالي لساعدك، فوتي. يسلم. أمك مو رضياني، قال ما بدها تروح. قلت لحالي ما حدا بيقدر يغير لها رأيها غيرك أنتي. لا تعذبي حالك أنتي وياها، ما رح غير رأيي، أنا بدي ضل بالبيت. ممكن أعرف ليش ما بدك تشاركي بهيك ليلة مباركة؟ تعرفوا منيح ليش، مو حابة أحكي بالسيرة كتير،
مو انتي اللي بتفكري بحالك وبتقصري بهيك ليلة؟ من امتى انتي بتفكري بهالطريقة؟ معقولة يكون همك وأولويتك هي القصص والمشاكل؟ خالتي اللي بعرفها أبداً مو هيك أولوياتها. ما رح أضايقك أكتر من هيك خالتي، القرار عندك، وبتمنى ما تفكري بحالك وبس. يلا ناريمان خلينا نمشي بلا ما نتأخر. كتير خجلان عن جد، أنا بعتذر منك. أنا محرج لدرجة أني مستحي اطلع بوشك، بسببي رح تخجل قدام العالم وتضطر تشرح لهم يلي صار. اللي صار صار وما في داعي تتضايق، كله لخير إن شاء الله. أصلاً مصطفى ديميرجي إذا إله نصيب يجي رح يجي لحاله وبدون ما تخبره حتى، بس مو نصيبنا هالمرة، بسيطة. لا تحط ببالك، مو محرزة، حصل خير. طيب معناتها نحن بانتظارك. شكرا كثير. وحده اللي بتحبني ووحده اللي مزعلتني. تفضلوا اهلا وسهلا. شكرا. شكرا. دخيله انا. بابا لوين؟ يعني لوين بدي روح؟ رايح على البيت حتى اجيب امك، عندت وما قبلت تجي. خير ان شاء الله. بابا هي امي لك اجت. نحن عملنا اللي علينا وحاولنا ما ننسى شي وغلطنا هالغلطة الصغيرة، ما في حدا ما بيغلط، رح نبلش وكله رح يتيسر. بسيطة رجائي، كل شي بيصير لخير، لا تحمل حالك المسؤولية. نصيبنا، يمكن هلأ يجي منشد تاني. شو صار لي أنا؟ عن جد شو صار لي؟ ليش هيك عم هلوس؟ من قد ما أني متضايق وحاسس بالذنب عم بتوهم. يا لطيف، هذا الزلمة حقيقي مو خيال، هذا أنت. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلين. شكرا لك. أهلين فيك. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. أنا سليم دمير. أهلا وسهلا، شرفت فيك. أهلين وسهلين. أهلين فيكم، شكرا لكم. أنا يوسف، الإمام تبع جامعة هي الحارة. عالطريق بالصدفة شفت لافتي عليها اسمي وبصراحة كتير تفاجئت. تفضل أستاذ، خليني فوت معك لتقعد محلك. تمام، شكرا لك. الحمد لله. تفضل. شايف النصيب؟ أيوة. الحمد لله. لك اطلعي يلي قدامنا، مو هو مصطفى ديميرجي؟ ايه هذا هو بذاته. لك مو على اساس ما قدروا يحكوا معه؟ كيف اجا لك؟ ايه المهم اجا، مو مهم شو الطريقه. امي ليش ما اجت خالتي؟ كنت اعطيتها ورده من هدول. عن جد يا ريتها خالتي اجت، كنت اعطيتها قد ما بدها من هدول الوردات. خالتك تعبانه ومو قدرانه تجي، عم ترتاح بالبيت، خدي لها معك شي ورده. طيب معناتها خدي خبي لها هاي معك لخالتي، لا تضوعيها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب بالعرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بحب رحب فيكم بهالليلة المباركة، وبتمنى بهالمناسبة كلنا نفتح قلوبنا للخير وننسى الحقد. وهلأ صار الوقت يلي كلنا عم نستناه، ما رح أتأخر عليه. بدنا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. رددوا معي: اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما تكون أولوياتنا الشكل والمظهر الخارجي، لأنه رب العالمين بحاسبنا على أعمالنا وعلى الخير اللي بقلوبنا. اسمحوا لي أتشكر مصطفى ديميرجي اللي شرفنا بحضوره، وجودك بيعني لنا كتير، شكراً كتير لك. وصار الوقت هلأ لحتى أقدم لكم هالفقرة اللي هي شعر من تأليف الأستاذ سليم، رح يلقي لنا إياه بصوته. صح، أنا هلأ رح أقرأ شعر من تأليفي، بس حابب أدعي معي أرتورول أركشي وأتشكره لأنه قبل دعوتي. اسمحوا لي هلأ أقرأ الشعر معه. أنا مبتلى وغارق في الدنيا سيدي، غارق في البحر أنا شخص ضعيف سيدي، أرجو أن يفتح عني النقاب يا سيدي، فأنا أتمنى أن أكون وفيا يا سيدي.
أنا متعطش وتوبتي تتطلب ألف ليلة يا سيدي. أنا شخص مسكين يا سيدي. من يتجاوز نفسه ويشعر بنورك مرة من شوقك يشعر بأنه مبتلى يا سيدي. قديش حلو يلي عم يقوله؟ لأنه سليم إنسان كتير صادق، لهيك اللي عم بيقوله بيأثر كتير وبيفوت على كل القلب. من يرى جمالك يصبح مجنونا. كل ما أملك سراب وأنا مسكين يا سيدي. أسير لهذا الفراق الذي يحرقني وأنا ناي يئن من هذه الحرقة يا سيدي. في حضرتك تذوب كل المصاعب يا سيدي. بسبب هذا البعد أحترق سيدي. تكرم علي، لا تتركني في هذا البعد. إن لم تتكرم كيف أتحمل يا سيدي؟ كيونون يالونا دشسم يزم تازون استرسم كيونون يالونا دشسم يزم تازون استرسم günahkarım yandım sen gel der misin efendim günahkar bu turul desem gel der misin efendim günahkar bu turul desem gel der misin بتشكرك سيد أرتورول، وأستاذ سليم كمان بتشكرك كتير. شكراً لكم، الله يعطيكم. الله يعافيك، وأنا كمان بتشكركم. أنا طبعاً ما كنت رح أقدر رد دعوة شخص مثل الأستاذ سليم بطيبة قلبه ومحبته للخير. أكيد ما فيني رد له طلب. صدقوني تشرفت بمشاركتي معكم. ولحتى أختم هالمشاركة رح أختم مشاركتي بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنهاية بحب أتشكركم على حضوركم وعلى هالتنظيم الرائع لهالمناسبة العظيمة. إذا بتحبوا فيكن تقولوا معي بصوت واحد، يعني ترددوا معي يلي رح قوله هلأ. صدقوني ما في أحلى إنه كلياتنا نقوله بصوت واحد. إيه صح. يلا كلامك. قولوا بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اسمحوا لي بالنهاية ادعي كل اللي شاركونا بتنظيم هالمناسبة، رجائي والعم عثمان والأخت نيسان والأخت سونيا وناريمان كمان والبنوتة زينب وأكيد الرئيس كمال. يا ريت تتفضلوا على المسرح. شكرا والله يتقبل منكم. حلوة كانت الاحتفالية ما هيك؟ ايه عن جد كانت كتير حلوة، خاصة وقت الأستاذ سليم قرأ الشعر، تأثرت كتير. وأنا كمان. ها هي مو مالا؟ مالا؟ خالي سارة، معلش علينا ما عندي الليلة؟ إذا هو حابب ليش لا؟ بس لا تسهروا كتير. ايه؟ حاضر أمي، أنت لا تاكليهم. امشي. منيح قبلتي، بلكي هيك علي بيغير جو شوي. م.
منيح انه اجينا. سارة سبقيني انتي، انا نسيت ورداتي، رح جيبوني وارجع فورا. ايه ماشي. الوردة لشخص بتحبه، وردة لشخص زعلته منك، ولهيك أنا حابب أعطيك هالوردتين.